وأوصيكم تقوى الله وإصلاح البين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر المستطاع، وأن تعملوا شيء ربكم رضا ربكم فوق كل شيء، وخدمة دينكم ووطنكم في زماننا هذا في آخر الزمان وفي غربة من الدين، فلا بد من الصبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أن زمان الصابر على دينك القابل على جنبه، ويقول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، فرده مسلم في الصحيح. زاد غيره إدراك ما الغرباء، من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، في الوقت الآخر يصلحون ما أفسد الناس من سنته. وفي حديث أبي ثعلبة للعامل منهم أجر 50، إلى رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، وأسباب ذلك قلة الأنصار والأعوان وكثرة المهالك والشبة وكثرة طرق الضلالة والدعاة إليها. فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له أجر 50 من الصحابة، مثل أجر 50، لأنهم يجدون أعوانا وفي أول الزمان وفي أول مجيء الإسلام وفي نشاط الإسلام وفي نشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان واندحار الأعداء. أما في آخر الزمان فالعكس، كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق مع كثرة الشبه، هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد. فلا بد من صبر على ما تعلمه، فإذا عرف مما تعلم الحق ثم رأى ما يضاده حمد الله على البصيرة، وحمد الله أن جعله من عرف هذا الحق، ثم يعمل بما يستطيع من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير حتى يحقق ما علم.